دبيبة يعلن تشكيلة حكومية عادلت بين أقاليم ليبيا الثلاثة وردود فعل تنقد من جهة وتدعو البرلمان لعقد جلسة من جهة أخرى. السايح يكشف عن المدد التي تحتاجها المفوضية وانتخابات ديسمبر مطلب محلي ودولي. ليبيا على رأس مشاورات إقليمية ودعوات لإجراء انتخابات ديسمبر تحقيقا للاستقرار. أهلا بكم إلى نشرة الرابعة وتتابعون فيها أيضا. مكافحة الأمراض يسعى لتلقيح 20% من السكان ضد كورونا ويفعل منظومة لتنظيم العملية. أهلا بكم. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن هيكلية تشكيل الحكومة التي اعتمدها لاختيار الوزراء المقترحين، وأوضح المكتب الإعلامي أن مقترح الحكومة جاهز لعرضه على أعضاء مجلس النواب الاثنين القادم. قبيل يومين من عقد جلسة البرلمان لمناقشة مقترح تشكيل حكومة الوحدة وإمكانية تمريرها، شارك رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الليبيين أسسه التي اتبعها لتشكيل تلك الحكومة المقترحة، حيث نشر مكتبه الإعلامي تفاصيل الحكومة ووزاراتها عدا الأسماء. الحكومة التي سيكون دبيبة على رأس هرمها قال إنها ستراعي التنوع والكفاءة والتوزيع الجغرافي واللامركزية ومشاركة المرأة والشباب والعدالة في إدارة الثروة. وبحسب التشكيلة فستتكون الحكومة من 27 حقيبة وزارية، منهم 6 وزراء دولة ونائبان لرئيس الحكومة. كما ستوزع المناصب السيادية الأمنية على أقاليم البلاد الثلاثة، بحيث ستكون صفة القائد الأعلى للجيش لصالح المنطقة الشرقية، وصفة رئيس الأركان من المنطقة الغربية، ووزير الداخلية من الجنوب. وهو النهج ذاته الذي اتبعه رئيس الحكومة في تقسيم المناصب الاقتصادية، حيث ستذهب وزارة التخطيط ومؤسسة النفط والمصرف المركزي لشخصية من المنطقة الشرقية، في حين ستكون وزارة الاقتصاد والنفط لشخصية من غرب البلاد، وستذهب وزارة المالية إلى جنوب البلاد. ووفقا لهذا التقسيم فإن باقي الوزارات ستقسم بالكيفية ذاتها، وبالتالي فإن حصة المنطقة الشرقية من الوزارات ستكون الخارجية والتخطيط والسياحة والرياضة والموارد المائية والصحة والتعليم والثروة الحيوانية والزراعية. أما وزارة المنطقة الغربية فستكون وزارة الاقتصاد، العدل، الشباب، الخدمة المدنية والمواصلات والإسكان، الزراعة والتعليم العالي والنفط والحكم المحلي والتعليم التقني، في حين نالت المنطقة الجنوبية وزارات الدفاع، الداخلية، المالية، الشؤون الاجتماعية والثقافة والعمل والبيئة. بيان المكتب الإعلامي للحكومة أوضح أن التشكيلة اعتمدت على إبقاء هيكلية أغلب الوزارات استثمارا للوقت، حيث ستحتاج عملية الدمج وإعادة الهيكلة وقتا أطول، كما أنها حاولت ضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي. أولويات الحكومة كما ورد في إيجازها ستركز على تحسين الخدمات للمواطن وتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي. قال عضو مجلس النواب خليفة غاري في تصريح صحفي إن التسريبات حول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية لا تشجع على منح الثقة لها من قبل البرلمان، وذلك لاشتمالها على عدد من الوزراء والوكلاء في الحكومات السابقة الذين تدور حولهم شبهات فساد إداري ومالي. وأضافت غاري أن التشكيلة المسربة إذا منحت الثقة من الجولة الأولى فإن ذلك يعد أمرا مشكوكا فيه، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى حكومة تنهي حالة الانقسام. انتقدت عضو ملتقى الحوار أم العز الفارس اليوم هيكل الوزارات التي أعلن عنه رئيس الوزراء، داعية مجلس النواب باتخاذ موقف وطني أخير قبل أن يتيح به طوفان الغضب حسب وصفها. وطالبت أم العز البرلمان بحث رئيس الحكومة لتشكيل حكومة كفاءات مصغرة لتنفيذ الاستحقاقات الملحة وصولا لانتخابات ديسمبر، منتقدة الكم المهول من الحقائب الوزارية وإبعاد القدرات والمؤهلات الوطنية على حساب مجاملات وضغوط أيديولوجية وجهوية. دعا عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت أمس جميع أعضاء المجلس إلى تلبية دعوة رئيس البرلمان بالحضور إلى الجلسة المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل في مدينة سرت، وذلك للمصادقة على مخرجات حوار جنيف ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. كما دعا ثابت جميع النواب إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية في حضور جلسة الاثنين وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل إنهاء حالة الانقسام في الدولة الليبية. وفيما يخص الشائعات حول الرشاوى في ملتقى الحوار، قال ثابت: إننا ضد الفساد والمفسدين ومع التحقيق في شبهات الفساد. جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند تأكيده على ضرورة تصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة بشكل عاجل حتى تتمكن من مباشرة مهامها. السفير الأمريكي وفي تغريدة له نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي بتويتر قال إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء وغيره من المجالات الرئيسية. قال السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون إن من المهم أن تنعقد جلسة مجلس النواب قريبا. السفير البريطاني أشار في تغريدة له على تويتر إلى ضرورة عقد الجلسة للتصويت على منح الثقة لنتائج ملتقى الحوار السياسي ودعم ليبيا على الطريق نحو مستقبل أفضل. وفي سياق متصل شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي ديمايو على ضرورة انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي في الموعد المقرر لها الاثنين القادم للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. ديمايو شدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إفلودريان على أهمية إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الليبيون نهاية العام والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب المرتزقة من البلاد لتحقيق مصالحة وطنية شاملة. بدوره أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إفلودريان تقارب المواقف بين بلاده وإيطاليا حول الملف الليبي، وأكد الوزيران دعمهما بشكل كامل للمهمة الموكلة للسلطة التنفيذية الجديدة، مبديان أملهما بشدة في أن تمنح الثقة للحكومة بأسرع وقت ممكن من قبل مجلس النواب لتقوم بمهمتها في التحضير للانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، مشيرين إلى استعداد فرنسا وإيطاليا لتقديم كل ما هو ضروري لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد. قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن تنظيم الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم يحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية للبدء بعملية التنفيذ. وأوضح السايح في تصريحات تلفزيونية أن المفوضية تحتاج إلى 4 أشهر للتحضير لأي عملية انتخابية و3 أشهر لتنفيذ قانون الانتخابات العامة، مؤكدا جاهزية المفوضية واستعدادها لتنفيذ الاستحقاقات القادمة. وفي إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة، زار وفد من مفوضية الانتخابات مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج لطرح بعض الخطط التي ستعمل عليها إدارات المفوضية في الأيام القادمة. وناقش الوفد خلال الزيارة مع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج والموظفين التابعين للمكتب ورئيس مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي الاحتياجات الضرورية ومدى جهوزية المكاتب استعدادا للاستحقاقات المزمع إقامتها نهاية السنة الجارية. أكد ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود حرص المملكة على كل ما يسهم في دعم وتوطيد العلاقات الثنائية مع ليبيا بما يحقق النماء والازدهار. جاء ذلك خلال رسالة تلقاها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من ولي العهد السعودي هنأه فيها بنتائج التصويت في ملتقى الحوار الليبي الذي عقد في جنيف. وجدد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التزام الجامعة بمواصلة جهودها دعما لمسار التسوية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، حيث عبر أبو الغيط عن أمله في أن يتوافق الليبيون على تنفيذ بقية الاستحقاقات اللازمة لاستكمال المرحلة التمهيدية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، بدءا بتنصيب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة والشروع في التحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها نهاية العام. بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش الأوضاع في ليبيا وجهود مصر والأمم المتحدة بهذا الخصوص. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن اتصال شكري وغوتيريش تطرق إلى دفع المسار السياسي في ليبيا، مؤكدين أهمية إجراء الانتخابات في موعدها تحقيقا للأمن والاستقرار في ليبيا. أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا تواصلت مع منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بتطعيم 20% من السكان ضمن اللقاحات المخصصة من برنامج كوفاكس. من ضمن إطار تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، طبعا بالنسبه للتطعيم شراء التطعيم واصنافها، هذه اللجنه العلميه الاستشاريه لمجابهه جائحه كورونا هي اللي متوليه الموضوع هدايا، ودارت كل التواصلات مع سواء كان مع منظمه الصحه العالميه بالاشتراك في جروب كوفاكس هذا لتوفير 20% من التطعيم، لتوفير التطعيم ل 20% من السكان في ليبيا، وأيضا بالتواصلات المباشرة مع الشركات المنتجة للتطعيمات لتوفير بقية كمية لتطعيم بقية أفراد الشعب. هذا وجدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض نشر الرابط الخاص بالتسجيل في منظومة التطعيم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا. من جهتها دعت اللجنة التسييرية للتطعيم ضد فيروس كورونا الجميع إلى المبادرة بالتسجيل، مشيرة إلى أن اللقاح سيكون مجانيا وهو متاح لمن هم فوق سن 18 عاما. اللجنة التسييرية قالت إن اللقاح المضاد لكورونا هو حماية لنفسك وعائلتك ومجتمعك. عقد المركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتماعا مع اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم حول الحملة الوطنية للعودة المدرسية تحت شعار نعود بمسؤولية نعود بحذر، والتي تهدف إلى نشر التوعية لكل الفئات ذات العلاقة والتثقيف المجتمعي حتى لا تؤثر عودة الدراسة سلبا على الوضع الوبائي. هذه الحملة تستهدف مراقبات التعليم ومديري المدارس والهيئات التعليمية والطلبة وأولياء أمورهم. ناقش السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع قيادات بارزات في ليبيا محاور مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة وشركائها. تأتي هذه النقاشات لتعزيز دور النساء في إعادة بناء البلاد وتحقيق ديمقراطية حقيقية وإشراكهن في هذه المرحلة المهمة من مراحل ليبيا ومستقبلها. أقام مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مدرج أكاديمية الدراسات العليا بجنزور بحضور مديرة مكتب دعم المرأة ومندوب عن منظمة اليونيسف وبعض مديري مكاتب دعم وتمكين المرأة في عدد من البلديات. تفاصيلها فنتابعها في التقرير التالي. تحت شعار امرأة متعلمة متمكنة تحفظ القيم وتصنع التغيير، أقام مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمدرج أكاديمية الدراسات العليا في جنزور بحضور مديرة مكتب دعم المرأة بوزارة التعليم ومندوب عن منظمة اليونيسف وبعض مديري مكاتب دعم وتمكين المرأة بعدد من البلديات، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الليبية والمهتمين بشؤون المرأة. إن شاء الله اليوم هنحتفل بإحياء اليوم العالمي للمرأة، يوم هنعرض فيه إنجازاتها، إمكانياتها، قدراتها. المرأة الليبية صراحة تملك إمكانيات كبيرة جدا، إحنا فخورين بها، فنحاول نسلط الضوء على هذه القدرات والإمكانيات، وكذلك هنسلطوا على دور رائداتنا وهم أمهاتنا السابقات. يسعدنا أن نحتفل جميعا بكل الإنجازات التي تقوم بها المرأة في جميع القطاعات بشكل عام، في قطاع التعليم بشكل خاص. حضورنا اليوم هو مشاركة لهذا الاحتفال التي قامت بإحيائه مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم. برنامج الحفل تخلله عرض ضوئي للنشاطات التي قام بها مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم، كما أقيمت على هامشه جلسة حوارية حول محو الأمية القانونية للمرأة، إلى جانب استعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه مواصلة المرأة تعليمها العالي في ليبيا، فضلا عن تكريم عدد من النساء الرائدات في ليبيا في نهاية الاحتفال. بسبب المشاكل الأمنية التي شهدتها سبها خلال السنوات الماضية، تضررت العديد من المؤسسات الخدمية والإدارية والتي كانت تقدم خدماتها لسكان المدينة بشكل متواصل، من بينها مكتب العمل والتأهيل وسط المدينة. يسعى موظفو المكتب إلى إعادته للعمل من جديد ودفع الجهات المعنية إلى صيانته. المزيد في سياق تقرير مراسلنا عبد المنعم الجيمي. يأتي الشاب زيدان كل يوم لمقر مكتب العمل والتأهيل بسبها، والذي تضرر وتعطل عن العمل منذ سنوات بسبب الحروب المحلية التي شهدتها المدينة. يسعى زيدان لإعادة إحياء المكان وصيانته. والله بالنسبة لي يا زيدان، أول تحدي أني حاطيته قدامي وما بدش يعني حتى أني نقدم عمل يعني يعتبر تقليدي، بالعكس أني نبي نكون أول يوم مباشر فيه مهامي وعملي يكون من خلال المبنى هذا. يعني يعتبر هذا أول تشالنج بالنسبة لي، أول تحدي يعني نخوض فيه، وقمنا بمساعي الحمد لله من المجلس البلدي وعن طريق وزارة العمل والتأهيل. كمدة زمنية ما في حد يقدر يعطيك مدة زمنية بحكم وضع اللي تمر به البلاد، ونفس اللحظة احنا قاعدين تو احنا ما بين حكومات وتأسيس حكومة جديدة وحكومة سابقة. يضم المقر عدة مبان كانت تعج بالحياة والناس، وكانت تقدم خدماتها لسكان المدينة قبل أن تتضرر بفعل الحروب المحلية التي أضرت بالمكان. بعد سنوات تشهد المدينة سلاما قد يساعد زيدان ومن معه لإعادة الحياة هنا من جديد. والله بالنسبة للمبنى شيء مؤسف، شيء مؤسف الحقيقة، أن يعني مصالح زي هذا يخص لمكتب العمل والتأهيل، يعني زمان كانوا يسموا فيه القوة العاملة، يعني صالح زي هذا كان يوفر خدمة للناس ويقدم فيه خدمة اجتماعية، وفيه الناس باحثين عن العمل بمختلف أعمارهم وفي ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك الموظفين اللي في قطاع الدولة اللي هم توفرهم خدمة يعتبر كان هذا، وفي رفع من كفاءات الموظفين. إن مكان زي هذا يعني نقدم فيه خدمة وبجودة هذه ويصير فيه شيء هذا يعتبر شيء مؤسف الحقيقة. وكما تشوف يعني الوضع اللي وصلنا لحال هذه المشاكل اللي كانت تمر بها المنطقة، لكن الحمد لله اليوم تجاوزناها المرحلة هذه وقعدنا عليه، وما نقولش على قلب واحد، لكن بإذن الله ماشيين فيه بإذن الله إن شاء الله. تتعلق آمال موظفي المكتب بالوزارة الجديدة التي يتوقع أن تساهم في حل أزمة المقر وإعادته للحياة من جديد تحت قيادة من شباب المدينة، ولكن لا يعلم أحدهم إلى متى قد يطول انتظارهم. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي، سبها. اختتمت الشبكة الليبية للعدالة الانتقالية ورشتها الأولى لهذا العام في بلدية غدامس بالتعاون مع منظمة العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، والتي تلقى المتدربون خلالها بعض المفاهيم ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية وآلياتها. المزيد في التقرير التالي. المفاهيم ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية وآلياتها كانت محور ورشة العمل التي استمرت 5 أيام متتالية بتنظيم من الشبكة الليبية للعدالة الانتقالية ومشاركة 18 متدربا من كافة ربوع ليبيا شرقا وغربا وجنوبا. تدربوا خلالها على مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الانتقالية. احنا هنا في غدامس جئنا لحضور ورشة تدريبية نظمناها من أجل دعم أعضاء الشبكة في مجالات العدالة الانتقالية وتوثيق الانتهاكات ورصد الانتهاكات الحادثة في ليبيا. معا لحضور الدورة التدريبية لدعم وتنمية قدرات أعضاء الشبكة في مجال العدالة الانتقالية، ومن ثم التوعية بها وعناصرها وكيفية التوثيق وكيفية عمل الباحث. رئيس مجلس إدارة الشبكة الليبية للعدالة الانتقالية خيري بوشاجور أكد أن الشبكة عازمة على مواصلة التوعية بالعدالة الانتقالية ونشرها على أوسع نطاق رغم التحديات والمعوقات التي قد تواجه عمل الشبكة، بالإضافة إلى نشر التوعية حول الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الليبي وكيفية إيقافها من خلال وضع آليات سياسية وقانونية وضمان عدم تكرارها مستقبلا. استمرارا لحملات فوج الكشافة بسرت للمساهمة في مكافحة انتشار كورونا، سلم الفوج 580 كمامة قماشية إلى إدارة ثانوية الاتحاد للبنات بحضور مراقب التعليم في المدينة. تأتي هذه الخطوة في إطار استكمال المرحلة الأولى من الحملة التي أطلقتها فرقة الرواد بفوج سرت للكشافة تحت شعار من أجل عودة آمنة لأبنائنا الطلبة. نعمل من أجل ارتقاء بالمستوى التعليمي وأيضا من أجل صحة أبنائنا، فصحة أبنائنا قبل تعليمهم. الإجراءات الاحترازية مهمة جدا والضوابط الاحترازية مهمة حتى نستطيع أن نعمل على استقرار الدراسة بصفة دائمة وصفة مستمرة. احنا اليوم متواجدين بمدرسة الاتحاد للبنات لتسليم الكمامات القماشية ضمن برنامج الذي يشرف عليها فوج سرت الكشاف المرشدات والذي باشراف مباشر من فرقة الرواد بالفوج. هذا البرنامج تحت الشعار من أجل عودة آمنة لأبنائنا الطلاب. بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة والهلال الأحمر، وزعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مستلزمات الشتاء على 195 عائلة نازحة في اجدابيا. من المتوقع توزيع أعداد إضافية من المستلزمات في الأيام المقبلة على العائلات الأكثر احتياجا، وفقا لصفحة المفوضية الرسمية على فيسبوك. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. الموانئ الليبية تستقبل ناقلات الوقود والبضائع بهدف توفير حاجيات المواطنين. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفادت الشركة العامة للكهرباء بأن مدة طرح الأحمال في المنطقتين الغربية والجنوبية ستصل إلى 2.5 ساعة، أما فيما يخص المنطقة الشرقية فسيصل طرح الأحمال فيها إلى 2 ساعات فقط بحسب نشرة الأحمال اليومية على صفحة الشركة الرسمية على الفيسبوك. أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية الخروج بالوحدة الخامسة في محطة توليد زويتينية بحمل 140 ميجاوات لمدة أسبوعين، وذلك في إطار الصيانة المبرمجة والرفع من القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد. وبحسب صفحة الشركة الرسمية على فيسبوك فقد تجاوزت الوحدة الخامسة عدد الساعات التشغيلية المسموح بها، ومن المنتظر إجراء العمرة الجسيمة في شهر أكتوبر القادم وفقا للجنة الإعلامية للشركة. هذا وأعرب السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا عن تخوف بلاده بشأن الوضع في قطاع الكهرباء والتصدي لجائحة كورونا في ليبيا، داعيا الحكومات في البلاد إلى التعاون بحسن نية لتقديم الخدمات للليبيين. أوفتشا في تغريدة له أمس أبدى قلقه من مسألة دفع المرتبات لموظفي القطاع العام والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا. أفادت شركة البريغا لتسويق النفط بإنهاء عمليات ضخ وتفريغ 38 مليون لتر من وقود الديزل من ناقلة الوقود سيرنام. كما أعلنت الشركة بدء عمليات ضخ 40 مليون لتر بنزين من ناقلة الوقود في تور وتفريغها بخزانات الشركة في مستودع رأس المنجار وفقا لصفحة الشركة الرسمية على فيسبوك. استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات لونا اف وعلى متنها 252 حاوية بضائع وسلع مختلفة. كما دخلت السفينة ألك وعلى متنها 161 حاوية بضائع مختلفة، بالإضافة إلى سفينة نقل الحبوب هوندن وعلى متنها 26,000 طن من حبوب الشعير. ناقش عميد بلدية أوجلة أحمد بترون المخططات العامة والمعتمدة لصالح البلدية وإيجاد آلية للاستفادة من المرافق التابعة للدولة وتفعيل مكتب التخطيط العمراني بأوجلة ودعمه بالإمكانيات اللازمة. جاء ذلك خلال اجتماع ضم مدير مكتب الأملاك العامة بالواحات ومدير مكتب التخطيط العمراني وبعض المسؤولين لإعداد أرشيف لمخططات الأراضي والمباني وإيجاد آلية لإيقاف التجاوزات على الممتلكات العامة للدولة. أقيمت في مدرج كلية العلوم بجامعة اجدابيا ندوة بعنوان استدامة الموارد المائية مسؤولية اجتماعية بمبادرة من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وبالشراكة مع جامعة اجدابيا. وقال عميد كلية العلوم خليفة العلاوي إن الورقات البحثية التي نوقشت خلال الندوة تطرقت إلى مصادر المياه في ليبيا، بالإضافة إلى الاعتداءات على منظومة النهر الصناعي ومصادر التلوث التي يحتمل أن تصل إلى خزانات النهر المفتوحة، ومنها ما سلط الضوء على جودة مياه مشروع النهر الصناعي، وأخرى تحدثت عن تأثير مياه النهر على منسوب المياه الجوفية بمدينة أجدابيا. جديد في هذه الندوة أن حب الجهاز أنه هو اللي ينتقل إلى مناطق مختلفة للوصول إلى المستهدفين من التوعية والإرشاد في أماكنهم. طبعا عرضت مجموعة لا بأس بها من العروض المرئية من الزملاء المهندسين. المشاركة والتوأمة مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وجامعة اجدابيا تم الاتفاق على إحياء هذا اليوم العربي للمياه من خلال تشكيل لجنة علمية ولجنة تنظيمية لتقوم من خلال هذه الندوة التوعية العامة لكل ما يحدث للمياه. نحن نسعى من خلال هذه الندوات والمؤتمرات والشراكة تفعيل دور الوعي وإسهامه في تقليل المشاكل والصعوبات التي تواجه العاملين فيما يتعلق بمشروع النهر الصناعي. أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية العمومية لملاك المحافظ الاستثمارية أكرم الشريف أعلن عن تأسيس جمعية عمومية ذات جسم قانوني لتسهيل المطالبة بحقوق المستفيدين من الملاك الاستثماري المادي. أوضح الشريف أن الهدف من الجمعية هو مساعدة تلك الأسر على تحسين دخلها من خلال العوائد من الحوافظ الاستثمارية. حاولنا حراك وبدينا نطالبوا في حقوق الناس، فقالوا لنا لازم تكون عندي كم صفة قانونية ويكون عندي كم تنظيم، فبالتالي كونا الجمعية العمومية للملاك الحوافظ الاستثمارية، فبدأت جسم وتم عندها شرعية وحصلنا على ترخيص. طبعا عندنا الناس الفئات اللي عندنا من جميع فئات المجتمع موجودة، في أرامل، فيه قصر، في أيتام، في شهداء، أسر شهداء، فجميع المحتويات موجودة، حوالي 300,000 أسرة بالنسبة لليبيا، فعدد كبير. نقدر نقول لك يعني تم نسبة كبيرة بالنسبة للدولة الليبية. فطبعا الناس هذوما للأسف يعني وصلت بهم الدرجة أنهم يأكلوا من الكناسة، يفتشوا في الكناسة ويأكلوا من الكناسة، ما فيش عوائد. تخيل الإنسان عايش 8 سنوات بدون أي مصدر دخل، بينما ان الثروه هذه اندارت، العوائد الحوافظ الاستثماريه هذه اندارت لمساعده الناس اللي ما عندهاش دخل. من ضمن اهدافها رفع المعاناه لاصحاب المحافظ الاستثماريه، الوقوف على مشاكلهم، احتياجاتهم. ثانيا كيف ما سرد خويا اكرم، محاسبه صندوق الانماء الاقتصادي الاجتماعي على الفتره المفقوده، انشاء مقر خاص بمدينه بنغازي، مقر صندوق الانماء بكامل صلاحياته، التواصل مع الجهات ذات الصفة التنفيذية والتشريعية للوصول لحقوقنا. تسلمت السفارة الليبية بالنمسا من حكومة ولاية ستيريا النمساوية رأس التمثال الرخامي للمرأة فاوستينا الذي يعود أصله للعصر الأنطوني والمفقود منذ 75 سنة، تم تهريبه من ليبيا من قبل النازيين إبان الحرب العالمية الثانية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية بيان السفارة في جمهورية النمسا الاتحادية والذي أوضح أن القطعة الأثرية استلمت من المتحف العالمي بغراتس خلال حفل رسمي أقيم بولاية ستيريا حضره سفير ليبيا هناك وسفير النمسا لدى ليبيا، وأنه سيتم تسليمه قريبا إلى متحف سوسة الأثري. ودعت ليبيا الدكتور عبد الوهاب الأجدل الزنتاني الذي عرف بمؤلفاته الثرية ومعرفته الضخمة التي جمعها في مكتبته والتي أسسها بنادي الأدباء والكتاب، إضافة إلى المناصب التي تقلدها بتفان وإخلاص. حصل منهم على وعد بالاستقلال. قامة من العلم والتأليف والإتقان خسرتها ليبيا بوفاة الدكتور عبد الوهاب الأجدل الزنتاني الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 85 عاما، مليئة بالإنجازات التي حققها أثناء خدمته بإخلاص في المناصب التي تقلدها على مدى سنوات عديدة. الدكتور عبد الوهاب محمد الأجدل من مواليد الزنتان، ارتحل لطلب العلم وحاز على شهادة الهندسة في الإلكترونيات من ألمانيا ودرجة الماجستير في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية. عام 1970 شغل منصب عميد بلدية بنغازي ثم محافظا لها عام 1973. قدم خلال هذه الأعوام خدمات يستذكرها الأهالي إلى اليوم. بعدها شغل منصب سفير في كل من قبرص ولبنان وروسيا والسودان، ثم كلف أمينا عاما للأحزاب الاشتراكية بالبحر المتوسط ومقرها طرابلس، وشغل منصب نائب رئيس منظمة التضامن الإفرو-آسيوي ومقرها القاهرة. ألف حوالي 58 كتابا في التاريخ والأدب والهندسة، وأسس نادي الأدباء والكتاب بالزنتان سنة 2018 ووضع فيه مكتبة تضم ثمرة حياته من كتب جمعها بنفسه على مدى نصف قرن من الزمن، واختار أن يشارك حب الكتاب والمعرفة بالأدب العربي والعالمي، كما خصص جزءا منها للأطفال ليورثهم ثقافة الكتاب، وفتح أبوابه أمام جميع الناس. اختار الوطن ليمنحه من معرفته التي لم تنطفئ وستبقى مخلدة بأعماله ومؤلفاته. رحم الله الدكتور عبد الوهاب الأجدل. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. دبيبة يعلن تشكيلة حكومية عادلت بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وردود فعل تنقد من جهة وتدعو البرلمان لعقد جلسة من جهة أخرى. السائح يكشف عن المدد التي تحتاجها المفوضية، وانتخابات ديسمبر مطلب محلي ودولي. ليبيا على رأس مشاورات إقليمية ودعوات لإجراء انتخابات ديسمبر تحقيقا للاستقرار. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الرابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الإنترنت libyachannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.